مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم خارج الصندوق. الإيمان والتدين، الربوبية، الإلحاد، هي ثلاثة أمور سنتحدث عنها اليوم. وقبل أن نغوص في تعريفات الربوبية، الإلحاد، الإيمان وبينهم الكثير من التعريفات، فطبعا يعني هناك نوعيات كثيرة من الإيمان، من الإلحاد، من الربوبية، من ما بين ذلك من اللاقدرية أو عدم الالتزام بدين معين و و و و ولكن قبل أن نغوص في أعماق هذا الموضوع، وأرحب بضيفي الكريمين جدا، يعني وجب هذا التنويه. طبعا في هذه الحلقة كل ضيف سيتحدث عن وجهة نظري. كل ضيف هنا قام ببحث في موضوع الإيمان وفي موضوع الدين، وكل ضيف وصل إلى نتيجة مختلفة عن الآخر. أحد الضيوف هو من خلفية مسيحية، وهو الآن شخص يعني سأترك له أن يعرف نفسه بنفسه، لأنه يعني أنا لن أعرف ما هو اعتقاده الحالي، ولكنه حاليا غير مؤمن بهذه الديانة وغير مؤمن بأي ديانة معينة حاليا. الشخص الآخر الذي يمثل طرف الحديث عن الإيمان أو التدين هو شخص مسلم. طبعا قد يسأل أحد الأشخاص المتابعين ممن يحملون نظرية المؤامرة في ذهنهم، ولماذا الضيف المؤمن من خلفية إسلامية؟ ولماذا الضيف الذي ترك الدين من خلفية مسيحية؟ فلماذا لا يكون العكس مثلا؟ هل هذا يعني أن كل المسلمين مقتنعين بنسبة 100% بدينهم ولا يوجد إلحاد ما بين المسلمين؟ الإجابة لا طبعا، لا طبعا. هناك من يتركون الدين الإسلامي، وهناك من يلحدون بالدين الإسلامي بدون أدنى شك. وهل لا يوجد من المسيحيين من هم مؤمنون بدينهم ومقتنعون عن بحث ودراية؟ الإجابة نعم طبعا هناك. ولكن هذا البرنامج هو ليس برنامج دعوي، وليس برنامج تبشيري، وأيضا هذا البرنامج يتابعه أناس باللغة العربية وباللغة الإنجليزية أيضا. فإذا أردنا العدالة الكاملة، وهذا البرنامج يصدر من كندا، دولة متعددة الأعراق ودولة ديمقراطية متحررة ليبرالية، إذا أردنا الحياد الكامل، علي أن أستضيف ملايين الأشخاص من كل الخلفيات ومن كل المشارق. يعني وجب هذا التنويه لمن يريد أن يفكر معنا. طبعا وجهت الدعوة ل أشخاص كثر في حلقات سابقة، وعادة كانت الإجابة بالنسبة للكثيرين من الملحدين أو اللادينيين أو من تركوا دينهم أنهم يعني أنا ملحد أو لا ديني بيني وبين نفسي، ولكن لا أود أن أظهر على الملأ بهذا نتيجة عواقب هذا الأمر، أن يحارب اجتماعيا، أن يطرد من المنظومة الاجتماعية المحيطة به، من أهل، من أصدقاء، من أقارب، و و و يخشى ظهور. على الجانب الآخر من الطرف المؤمن والمتدين، هناك الكثيرون يعني فكروا لسبب أو لآخر، يعني بعض الأشخاص لهم مريدين ومتابعين لا يريدون أن يفقدوا هذه المتابعة وهؤلاء المريدين إذا كانت حجتهم ضعيفة، ولكن للأمانة الشديدة هذا ليس السبب الوحيد. هناك آخرون رفضوا الظهور لأنهم لا يفكرون في أنفسهم، ولكن يفكرون في الدعوة وفي الدين، ويخافون إن لم يقدموا صورة طيبة فهذا قد يضر بالدعوة نفسها وليس لأنفسهم. عموما احترامي للجميع، واحترامي الشديد جدا لضيفي اليوم الحقيقة، يعني لأنه يعني كل واحد من الضيوف يتمتع بقدر كبير من الاحترام على المستوى الشخصي والعلمي. يعني يمكن للمهتمين أن يتابعوا الصفحات الشخصية لكل من ضيفي اليوم، ويجدوا أنهم يعني وصلوا إلى وجهة نظرهم نتيجة للفكر والبحث. فهنا هو
نقاش وليس تضاد وليست مناظرة وليس صراع، ولكن هو نقاش علمي موضوعي قائم على البحث من كل طرف. يعني يسعدني أن أرحب بضيفي الأول، طبعا مع حفظ الألقاب للجميع، عصام بيومي، وهو إعلامي وصحفي وباحث ذو تاريخ وكاتب أيضا في البحث عن الأديان والأديان المقارنة والحقيقة. ضيفي الثاني هو باسم نبيل، وهو أيضا باحث متعمق في مختلف الأديان، كان له أبحاثه الخاصة، وأيضا اشترك مع شخصيات ذات باع ومحترمة على مستوى العالم في مجال البحث. يعني مرة أخرى، يعني باسم وعصام، أرحب بكم ترحيبا شديدا في البرنامج. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا أهلا بك وسهلا، أستاذ أهلا محمد، وسهلا، أرسلنا أهلا فيك. وسهلا. يعني شرفتوني جدا جدا بوجودكم معايا النهاردة في البرنامج. يعني بداية، لو أطلب من كل واحد فيكم، يعني لو برضو طبعا حفظا للألقاب، ولكن يعني لو طلبت من عصام أن يعرفني تعريفا بسيطا، كيف يرى نفسه هو من حيث الإيمان؟ كيف تعرف نفسك في من حيث كلمات بسيطة؟ الإيمان، من حيث الإيمان، أنا إنسان أعتقد أنني جئت إلى الحياة بفضل الله، وأن هناك خالقا للكون هو الذي خلقني، وأنا أؤمن بذلك، وأنا على دين الإسلام. تمام، شكرا جزيلا. نفس السؤال لباسم. أنا يعني بصنف نفسي إني لا ديني، أجنوستيك، أو لا أدري، بمعنى انه انا لا اؤمن بالاديان السماويه المطروحه، ولكن غير رافض لفكره انه يكون في قوه وراء الكون. لكن ما هي هذه القوه، وهل موجوده ولا او تعرفها؟ يعني انا بسيب السؤال مفتوح. تمام. طيب، يعني عصام، لو سألت عن تعريفك للإيمان، يعني لو حد يسألك النهارده يقول لك ما هو الإيمان، يعني ما هو في رأيك تعريف الإيمان أو التدين، يعني يكون شخص متدين ومؤمن، وسؤال تابع معلش، يعني هل ترى أن هناك اختلاف ما بين التدين والإيمان؟ جيد، دعني أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الأفكار أحب أن أوصلها قبل أن أجيب على سؤال حضرتك. يعني أنا كنت أفكر أنه من المفترض أن البشرية وصلت إلى مرحلة من النضج كافية أو كفيلة بجعل الإيمان بوحدانية الله ووجود خالق واحد يعني أمر مفروغ منه ولا جدال فيه. لكن ما نراه هو عكس ذلك لسبب مهم، يرجع أولا وأخيرا إلى حكمة الله ووعده، وسنأتي إلى ذلك بالتفصيل بعد ذلك. وأود أن أتفق أيضا على أن إن أمكن على أن فكرة الإنسان عن شيء ما تتحدد بقدر المعلومات التي تتوفر له أو غياب تلك المعلومات. وأود أن أتفق معكم أيضا على أننا لا نعيش في عالم مثالي، فكثير من الأفكار بثت مشوهة أو غير واضحة. وأنا أعذر كثير من الناس الذين يقعون في مشكلة الفكر بسبب هذه التشوهات الفكرية. للإجابة على سؤال حضرتك، يعني أبدأ بتعريف الإيمان وأقول إن الإيمان بوجه عام هو أن تعتقد في وجود شيء ما بصحته أو خطئه. ولذلك ففكرتي عن الإيمان هي ظن يضعف حتى يصل إلى الكفر بالشيء، أو يقوى حتى يصل إلى اليقين به. أما عن السؤال فرق بين التدين والإيمان بوجود خالق، أنا أعتقد أنهما متراكبان، يعني لا ينفصلان. إذا آمنت بوجود إله ستؤمن بوجود طريقة تعبده بها، وهما لا ينفصلان. شكرا جزيلا، وشكرا على الإجابة المحددة والموجزة، أشكرك جدا، وأتمنى أن نستمر على هذا المنوال من الجميع. باسم، يعني لو سألت طيب عن سؤالك، كيف تعرف من وجهة نظرك من خلال بحثك، تعرفني معنى الربوبية و
الإلحاد. كيف تعرف الربوبية والإلحاد؟ الربوبية والإلحاد والإيمان ممكن نحطهم على مثلا مسطرة واحدة. هنقول الإلحاد هو أقصى مثلا اليمين من السبيكتروم أو المسطرة دي، وعلى الناحية التانية الإيمان، يعني أقصى اليمين هنخليه الإلحاد، أقصى الشمال الإيمان. الإلحاد هو اليقين، إنه واحد بيقول يقينا ليس هناك إله، ده الإلحاد، إنه يعني هو يجزم ويقينا انه بيقول انه مفيش قوة او اله او whatever you call it يعني وراء الكون ده. على الطرف الثاني، الناحية الثانية من السبيكترم، بيقول نفس الكلام بس العكس، بيقول يقينا هناك اله وهناك اتصال بيني وبينه وهناك رسالة وهذه هي رسالة الاله. الربوبي تقدر تقول زي مكان في النص، يعني هو لا ينكر انه ممكن يكون موجود اله او في قوه وراء الكون، لكن غير مقتنع ان هو الاله اللي بتعرفه الاديان مثلا السماويه، ثلاث اديان سماويه. فالربوبي تقدر تقول زي ما يكون يعني واخد موقف في الوسط، لا يقول يقينا انه ما فيش اله، ولا يؤمن بيقينيه الاله بتاع الاديان السماويه، لكن يؤمن انه في ممكن قوه وراء الكون، لكن يعني هو مش معرفها. اللا أدرية اللي هو يعني اللي أنا المكان اللي أنا يعني واقف فيه، أو الأجنوستيك أو اللا ديني، بيقول بيسكلي بيقول ما أعرفش، يعني لا أدري، لا أعلم تمام هل هناك هو ولا لا، السؤال مفتوح. تمام هو طبعا هناك الغنوصية واللاأدرية، يعني هم، وهناك الإيمان والإلحاد، وطبعا بين الأربع أطراف هناك الكثير والكثير من التعريفات. طيب يعني أعود إلى عصام مرة أخرى وأسأل، طيب يعني حاليا أنا شخص مؤمن بوجود الإله، طب قد يسأل بعض الأشخاص يعني كيف تطمئن إلى أن دينك هذا بالذات هو الدين الصحيح؟ يعني هناك آلاف من المعتقدات ومن الأديان، يعني أليس من العدالة إذا كنت أنا أريد أن أكون عادلا وأبحث عن الحقيقة فعلا أن أبحث في كل هذه المعتقدات؟ وهل يتسع العمر لأي إنسان أن يبحث في كل هذه المعتقدات؟ يعني كيف تطمئن إلى أنه معتقدي الآن مسيحي، مسلم، يهودي، بوذي، هندوسي، أيا كان هو المعتقد الصحيح؟ هذا سؤال رائع، ولكن قد يأخذ بعض الوقت في تفصيله يعني في الإجابة عنه. كما تفضلت حضرتك، يعني احنا بيتنا نعيش في عالم تعددت فيه الأديان والمعتقدات، حتى صارت تعد بالمئات والآلاف ليس بالعشرات، يعني الهند لوحدها فيها مئات الأديان مثلا. فإذا أراد إنسان أن يطمئن إلى أن الدين الذي اختاره هو الصحيح، ليس عليه إلا أن ينظر ويفكر ويقارن، ولكن هذه مشكلة تبدو شاقة ومتعبة، تجعل كثيرين لا يكونون طريقها، لا يستطيع أن يكمل التفكير فيتوقف ويسلم فكره إلى أي شيء، إلى أي شيء أعبثي. لذلك أحسب أن البداية الصحيحة لأي إنسان يسأل نفسه، أو يريد أن يسأل نفسه، أو هل أنه يسأل نفسه هل يحتاج إلى دين من الأساس حتى يعبد إلها معينا به أو لا. هنا ستكون الإجابة سهلة أكثر وأوضح لذهني. هنا نقول أنه في التعريف الحديث لكلمة سوسيولوجي أنها هي دين المجتمع. يعني إذا فتحت أي قاموس ستجد أن مرادف كلمة سوسيولوجي هي دين المجتمع، حتى في المعجمات الغربية. والدين تعريفه أيضا هو نظام المجتمع. فإذا وافق هذا النظام الفطرة كان أساسا للنجاح، وكلما ابتعد عن الفطرة أصاب المجتمع المرض وبدأ الانهيار والهلاك، وهو ما نراه بأعيننا حولنا في كل مكان. فالذي يؤمن بالاشتراكية مثلا ويسير وفقها، سير حياته وفقها، هذا هو دينه، هذا هو نظام حياته، فهو يؤمن بها ويتخذها دينا. وكذلك الليبرالية والشيوعية وما إلى ذلك من المسميات الحديثة. ولذلك تجد أن مثلا عندما كنت أواصل دراساتي في العلوم السياسية، كانت الأمم المتحدة تضع يعني خرائط للأديان في العالم، فكان أدهشني أن أجد أن كل أوروبا وأمريكا الشمالية يعني موضوع على الخرائط أنها بلا دين، لا دينية.
كان من الغريب جدا ان اجد ذلك، وكان مدهشا، وكان هذا يعني قبل عقدين على الاقل من الزمان، فما بالك بالان. فاقول هذا ياتي في وقت تشير الاحصاءات ان مثلا اعداد المتدينين في معظم الديانات في انخفاض، جميل، بينما في الإسلام هو الدين الوحيد الذي يتزايد أعداده ومن خارج إطار محيطه الجغرافي. هنا نسأل السؤال، إذا كان عندك نظام حياة يعلمك كل شيء من تنظيف نفسك إلى يعني كل تفاصيل حياتك، يعني من رأسك حتى أخمص قدميك، بينما نظم أخرى في الحياة لا تجيب عن أسئلة أساسية وحيوية، بالرجوع إلى فكرة أن الدين هو نظام حياة، إذا عندك نظام حياة يعطيك كل الإجابات حتى في تنظيف نفسك، حتى في تعاملك مع الناس، كيف تتعامل مع الآخرين ومع نفسك ومع أهلك، يعني أستطيع هنا أن أجيبك بأنك لو أحد يعني أحد من ال أو إنسان معين فكر بهذه الطريقة سيصل إلى أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يجيب على هذه الأسئلة ويعطيه كل نظام الحياة الوحيد المتكامل، وحينها سيجيب على السؤال الأول الذي هو هل ما لدي من دين صحيح أم لا، أو أطمئن إليه أنه صحيح أم لا. تمام. طيب يعني باسم، لو أسألك، طيب يعني قد يسأل سائل دلوقتي، طيب يعني باسم لم يجد ما يبحث عنه في الديانة المسيحية مثلا، طب لماذا لم يفكر مثلا في الديانة اليهودية، الإسلامية، البوذية، الهندوسية، الشنتو؟ يعني لماذا فكرة ترك الدين بالكلية؟ يعني طب ليه ما دورتش مثلا عن ما تبحث عنه، تجد ضالتك، يمكن تجد ضالتك في دين آخر؟ هو الموضوع يعني بالنسبة لي أنا أتكلم على تجربتي الشخصية، الموضوع مش اختيار، الموضوع مش أنا بختار إيه، أنا قررت لما ابتديت أبحث في الدين بتاعي، وقبل كده كنت بحثت في الإسلاميات يعني، لكن لما ابتديت أبحث في ديني أنا وإيماني أنا الشخصي، إحنا في جزء كبير من المسيحية برضو مرتبط باليهودية، فكان يعتبر يعني بحث مشترك يعني إذا كان مسيحية ولا يهودية، وده استغرق مني في حدود 6 سنين، وقبلها كنت بحثت في الإسلاميات 3 سنين. فالموضوع ما بيبقاش اختيار، الموضوع بيبقى أنا عايز أتبع الأدلة، عايز أشوف الأدلة هتوديني فين، يعني I follow the evidence، أنا ببعت بمشي ورا الأدلة بدون انحياز، بدون عندي فكرة مسبقة عايز أأكدها، بس بسيب الأدلة هي اللي توديني لمكان الحقيقة، أشوف الأدلة هتشاور لفين. فلما ده حصل معايا الأدلة وصلت لي المكان، وصلت لي إن أنا شفت إنه في ثغرات ومشاكل كبيرة في الـ3 أديان السماوية، وبعد كده وصلت لي إنه في مشاكل وثغرات في فرضية وجود الإله الإبراهيمي من الأصل، يعني في مشاكل في الفرضية نفسها. فده كان ده اللي حصل، أنا ما اخترتش إنه أنا أدور على دين أو أدور على حاجة معينة أنا أعتنقها، أنا اخترت إني أتبع الأدلة. فالأدلة وصلت لي إنه في ثغرات في الـ3 أديان السماوية وفي ثغرات في فكرة الإله الإبراهيمي نفسه. مشاهدينا الكرام، دعونا الآن نتوقف مع هذا التقرير حول أهم مبادئ الإيمان، الربوبية والإلحاد، ثم نواصل اللقاء مرة أخرى. الإلحاد. الإلحاد ليس اعتقادا مؤكدا بأنه لا إله، ولا يجيب على أي سؤال آخر حول ما يعتقده الشخص. إنه ببساطة رفض لتأكيد وجود إله. الإلحاد ليس كفرًا بالآلهة أو إنكارًا للآلهة، إنه عدم الإيمان بالإله. الربوبية. الربوبية هي الإيمان بوجود كائن أعلى، وتحديدًا خالق غير متدخل في الكون. هي الإيمان بوجود خالق على أساس العقل، لكن في نفس الوقت
رفض للإيمان بإله خارق يتفاعل مع الجنس البشري. تشير الربوبية إلى ما يمكن تسميته بالدين الطبيعي، أو قبول مجموعة معينة من المعرفة الدينية المتأصلة في كل شخص، أو التي يمكن اكتسابها باستخدام العقل، وكذلك في نفس الوقت رفض المعرفة الدينية عندما يتم الحصول عليها من خلال الوحي. الإيمان بإله. الإيمان بإله هو الرأي القائل بأن جميع الأشياء المحدودة أو اللا محدودة تعتمد بطريقة ما على حقيقة واحدة عليا أو نهائية يمكن للمرء أن يتحدث عنها أيضاً من منظور شخصي. فمثلاً في اليهودية والمسيحية والإسلام غالباً ما يطلق على هذه الحقيقة المطلقة اسم الله. فإلى أي اتجاه يتجه العالم بعد الآن؟ مشاهدينا الكرام، وبعد أن تبعنا هذا التقرير عن أهم مبادئ حلقتنا اليوم، نواصل الحوار مع ضيوفنا. طيب، يعني لو رجعت لعصام هنا أسأل، أنه يسأل سائل برضو يقول لك يعني أنه أين الإله سواء في الديانات الإبراهيمية أو غير الديانات الإبراهيمية؟ هذا الإله يعني القادر العليم، يعني هو يعلم كل شيء وقادر على كل شيء، وهو يعني الأزلي الأبدي، أين هو مما يحدث في العالم من مظالم وويلات وخسائر وحروب؟ لماذا لا يتدخل يعني ألا يشكك هذا في وجود الإله أصلا؟ يعني قبل أن أجيب على هذا السؤال، ممكن أعلق تعليق سريع على إجابة الأستاذ باسم؟ اتفضل. يعني أذكر فقط بما ذكرته في البداية، أن فكرة إنسان معين عن معلومة معينة أو عن فكرة عن يقين معين أو عن إيمان عقيدة معينة تحدد بقدر المعلومات التي يتوصل إليها. فليس بالضرورة أن هذه نهاية المطاف، يمكن أن يتوصل إلى معلومات أخرى فيما بعد. والإجابة على حضرتك، يعني أين الإله من كل الظلم الذي يحدث في العالم؟ فأقول الذين يؤمنون بالله يؤمنون بكل ما جاء منه، ونحن نؤمن بالله كمسلمين مثلا، نؤمن بأن الله يمهل ولا يهمل، وأنه أخبرنا بذلك، وأن له حكمة في كل ما يحدث في هذه الدنيا، وأن ما نراه من فظائع الآن ليس الأسوأ في التاريخ. فقد ورد مثلا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، حديث يعني يفصل الموضوع بشكل مريح جدا. يعني يقول انه في هناك واحد كان اسمه عبد الله خباب بن الارت، سال النبي، قال له يعني قال ان احنا شكونا الرسول للعذاب اللي بنتعرض له على ايد المشركين ايامها في مكه مثلا وكده، والتعذيب اللي كانوا بيحصل لهم. يعني رد عليه الرسول انه كان في الاقوام السابقه يعني اناس يصل بهم العذاب، انه معذبيهم يضعوا المنشار في راس الرجل منهم حتى يشقوه بالنصف، فأين أنتم من هؤلاء؟ فكانت هذه الإجابة، يعني واخد بالك. ووعد الرسول في هذا الوقت الذي كان فيه الإسلام ضعيفا جدا، أن الإسلام سينتصر ويتمدد ويعم البلاد، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، كما معروف الكلام. فنقول أن الله له حكمة في خلقه، أن الله له حكمة في خلقه، وأمر هو بالغ. ولذلك يقول الله تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا، الله عنده حكمة ولذلك خلق الخلق، يعني هو ليست عملية لعب، هي عملية خالق عظيم له حكمة وله أمده. ليس نحن الذين نحدد متى ينتهي أو لماذا يعذب هذا أو لا. إذا أمننا بوجود إله وبدين فنؤمن بأن الله له حكمة في هذا. تفضل. طيب، يعني نفس، شكرا جزيلا. طب نفس السؤال لباسم، يعني يسأل أحدهم برضو، طيب يعني أنت إذا كان عندك تشكك، أو من يكون عنده تشكك في الأديان التي توضح نهاية الحياة
الثواب والعقاب وما إلى ذلك. يعني ما هو هدف الحياة إن لم تكن يعني ما تعد به الأديان من حساب وعقاب وكل وثواب وما إلى ذلك غير موجود أو غير مؤكد أو أنت مش متأكد منه، يعني مش ضمنه. إيه معنى الحياة؟ يعني ألا تكون الحياة مجرد عبث في عبث وخلاص؟ أنا هعلق برضو تعليق صغير على إجابة الأستاذ عصام عصام، سوري معلش. اتفضل. يعني أنا بشوف دي مش إجابة. لما أنا أجاوب المعضلة الشر في العالم إنه الله عنده حكمة ولكن لا أعلمها، أنا بشوف دي مش إجابة. طب إيه هي الحكمة؟ لا أعلمها، الحكمة عند الله. فأنا بشوف إن دي مش إجابة، دي إحنا ما بنجاوبش السؤال، إحنا زي بنحاول نتغاضى السؤال بان احنا بنرميه في المجهول، واكيد في حكمه ورا الاله، يعني اكيد الاله عنده حكمه من هذا. المشكله كمان اصعب في المسيحيه، لان المسيحيه بتدعي كمان انه الاله مش بس كلي القدره ولكن اله صالح وخير، يعني يستطيع التدخل وعنده كمان من الصلاح ما يعني يديه معطيات ان هو عايز يبقى كمان الوضع جيد. يعني مش بس هو كلي القدرة، لا هو كلي القدرة وكمان كلي الصلاح، فبالتالي هو المفروض لا يسمح بوجود الشر، طبيعته المفروض لا تسمح بوجود الشر. فالمعضلة عندنا في المسيحية أقوى كمان، لأنه بسبب الدعائين دول وفي الواقع بتلاقي إن في شر وفي معاناة وألم في العالم. يعني بالنسبة لإجابة السؤال بتاعك، أنا دلوقتي المشكلة، أنا دلوقتي هل أنا يعني عشان عايز أفلسف الأمور وأديها معنى مش موجود فيها، أخترع يعني إجابات وأخترع حاجات مش موجودة؟ يعني مثلا أنا عشان مثلا أقنع طفلي مثلا إنه مثلا يعمل حاجة صح، لازم أقنعه إنه في أبو رجل مسلوخة هيجي يعذبه أو يعمل له مشكلة عشان يعمل الصح؟ أنا مش محتاج أعمل كده. ف مش محتاج انا عشان يكون الحياه ليها معنى ويكون ليها هدف ان انا اخلق اجابه غير منطقيه او اجابه غير موجوده، او اخلق وهم او اخلق شخصيه مش موجوده اخوف بيها الانسان عشان يعيش حياه جيده. انا بشوف الهدف من الحياه بالنسبه لواحد يعني زيي انه يحاول على قد ما اقدر حاجتين، انه يبقى سعيد ويسعد اللي حواليه، يعني انه يحاول يحسن من حياته ويحاول يبقى سعيد في حياته، والحاجة التانية إنه يحاول يعمل يعني يوصل سعادة للي حواليه، يعني يحاول يخلي اللي حواليه سعداء، إذا كان اللي حواليه ده بمعنى دايرته الصغيرة اللي هي عيلته، أو بمعنى أكبر اللي هي المجتمع بتاعه، إنه يعمل خير أو صلاح في المجتمع بتاعه. تمام. طيب يعني عصام، سؤال تاني متكرر دائما، يعني لماذا أحاسب أو يعني أحصل على الثواب لشيء لا فضل لي فيه؟ يعني أنا مثلا ولدت في أسرة فقيرة و كل من في هذه الأسرة يعملون في مجال الإجرام، أنا لا ذنب لي. يعني أنا ولدت في أسرة فقيرة وأهلي يعملون في مجال الإجرام، ماذا تتوقع مني؟ يعني أوتوماتيكيا سأكون مجرم. طيب يعني لماذا يحاسبني الإله على إجرامي وأنا لا ذنب لي في أنني ولدت في أسرة فقيرة وأسرة يعني اعتادت الإجرام؟ على الجانب الآخر، شخص ولد في أسرة غنية ميسورة الحال مرتاحة جدا وأهله لهم باع طويل جدا في الإيمان، وهذا يثاب وهذا يعاقب؟ يعني طب أين العدالة هنا؟ وقد يعني نقطة أخرى صغيرة، يعني قد يقول قائل إنه سيتم التعويض، أو مثلا من يؤخذ منه. طب ما في عندنا أمثلة في التاريخ لأناس كانوا أغنياء جدا وأتقياء في آن معا، يعني سيستمتعون في الدنيا والآخرة، وأناس كانت حياتهم عبارة عن عذاب في عذاب في الدنيا، ومن المتوقع طبقا للدين أنهم سيعذبون في الآخرة أيضا. أين العدالة الإلهية هنا؟ ممتاز، يعني سؤال رائع آخر وجيد، يعني يتردد بالفعل كثيرا ويكون سببا وراء انحراف كثيرين عن معتقداتهم أو تركها بالكلية، يعني كما تفضلت.
لكن الإجابة عنه بسيطة يعني، بس هو دوت ممكن يكون يتعلق يعني الحوار شوية، يتعلق شوية بنظرية المعرفة الإبستيمولوجي. أنت إيه منطلقاتك في التفكير؟ ما هي منطلقاتك التفكيرية؟ إذا آمنت بطريقة التفكير هذه فأنت ستقبل كل ما يترتب عليها، وإذا لم تؤمن بها فستنفي كل شيء. فبما أني أنا مؤمن بوجود الإله وبضرورة وجود دين وهو دين الإسلام، فأنا يعني أقول لك إذا أجبت عن الأسئلة السابقة بشكل منطقي، أولا في إله وفي دين، فستجد أن الإجابة عن هذا السؤال سهلة جدا. الأهم من ذلك بعد الإقرار به وفهمه جيدا جيدا، وأن الله قد أبلغنا أنه جاء بنا إلى هذه الدنيا لنعبده، أي أن الوظيفة الأساسية لنا في هذه الحياة هي أن نعبده، تمام؟ وهذه العبادة تتطلب الإيمان به، وأخبرنا بأنه سيختبر إيماننا هذا اختبارا هو يعلمه، وليس بالضرورة أن يكون الاختبار لكل البشر واحدا أو متشابها، فالاختبارات قد تختلف شدة وسهولة من إنسان لآخر. لكنني شخصيا أؤمن بأن الاختبار قوته واحدة لكل إنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن أتكلم من نظرية المعرفة الإسلامية التي أشرت إليها. أنا أؤمن بأن الله أخبرنا بأن الله ليس بظلام للعبيد، الله لا يظلم أحدا. قد ترى إنسانا مثلا، البشر الذين يهلكون في الزلازل أو في الحروب، تنزل عليهم القنابل تدمر حياتهم وتشتتهم، ومن ينجو منهم يعيش حياة مدمرة، ليس فقط الفقراء. قد الإنسان البسيط أو لنقل المحايد قد ينظر إلى أن هذا ظلم، بينما يعيش أناس مرفهون، وقد حتى لا يؤمنون بنفس الفكرة ويعيشون حياة مرفهة. نحن نؤمن بأن الله له حكمة في خلقه، خلق الخلق وأمرهم بأن يعبدوه، ما أريد منهم إلا أن يعبدون، وقال أنه سيختبرنا. الاختبار لسنا نحن الذي نحدده، ولسنا نحن الذي نحدد طبيعته ولا متى ينتهي ولا كيف يكون شكله، نعم، ولذلك لسنا نحن الذين نحدد إذا كنا ندخل النار أو الجنة. لا أستطيع أن أقول عن نفسي أنني أدخل الجنة أو النار، هذا الذي يحدده الإله الخالق وحده. يعني أرجو أكون أجبت عن الله. هو طبعا يعني هو قد يكون هناك طبعا لكل ما يقوله عصام وباسم أسئلة تعليقية أيضا من طرفي، ولكن أنا الحقيقة أنا أود أن يكون التعليق من المشاهدين أكثر. يعني أنا أريد أن يكون الحكم للمشاهد تماما. طيب باسم، يعني سؤال بسيط أيضا، يعني لو أنا دلوقتي غير واثق فيما بعد الموت، أو ربما لا يوجد شيء بعد الموت، هناك عدم كامل. طيب يعني قد يقول قائل، طيب يعني أنا بصراحة لو أنا مطمئن أنه لا ثواب ولا عقاب بعد الحياة، وأنا شخص مولود في أسرة فقيرة، أو أنا شخص مولود معاق مثلا، أو أنا شخص عندي مشكلة، أو أنا شخص مظلوم، بصراحة شديدة أبسط شيء أن أنتحر. يعني لماذا أستمر في هذه الحياة؟ يعني ما الهدف من الاستمرار في هذه الحياة؟ ويعني سفاحين كهتلر وغيره 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 وغيره، عادي خلاص بعد الموت لا شيء، وكل الذين بذلوا حياتهم مساعدة للآخرين وللضعفاء والفقراء أيضا لا شيء. يعني هل هذا منطقي؟ أنا بشوف إنه لو أنت عرفت إنه مفيش حياة تانية بعد الموت، ده بيخليك تحس بقيمة الحياة اللي أنت فيها دلوقتي أكتر، مش إن أنت تحس إن هي أقل قيمة. يعني لما أنت تعرف إنه حياتك اللي أنت عايش فيها على الأرض دي هي this is the only shot، دي الفرصة الوحيدة، دي الحاجة اللي في إيدك، أنت هتحاول تستثمر فيها أكتر وتحاول تكبر فيها اكتر وتستمتع بيها اكتر وتبني فيها اكتر وتبني اللي حواليك اكتر، من لو انت عارف انه في حياه بعد الموت. بالعكس، ده احنا يعني احنا عندنا مثلا في المسيحيه في فكره الرهبنه، ف
فالناس دي بسبب فكرة انه هو معتقد انه في حياة تانية بعد الموت وحياة افضل، خلته يضحي ويموت عن العالم ده. يعني احنا فكرة الرهبنة ان انت بتروح تموت عن هذا العالم، وبيتقري عليك كده صلاة معينة ان انت موت عن هذا العالم، وبتلبس اسود وانت خلاص، يعني انت استثمرت كل جهدك ومجهودك في الحياة اللي بعد الموت، والحياة دي انت مش عايز تعيشها. انت بتروح بقى تعيش في الصحراء، ما بتتجوز، بتعيش كده زاهد كده، يعني وقتك كله للعبادة وللصلاة، استثمارا للحياة اللي هي بعد الموت. فأنا بشوف العكس، الاعتقاد بأنه في حياة أخرى بيخليك تقلل من قيمة الحياة اللي انت عايشها حاليا، وبتحاولش أصلا تستثمر فيها، وتحاول تستثمر في الحياة اللي بعد الموت دي، المجازاة اللي هي بعد الموت. طيب عصام، هسأل مرة أخرى، يعني هو سؤال أيضا يتردد على يعني في ذهن الكثيرين، يعني أقول لك أنتوا يعني الناس المؤمنة، أنتوا عفوا صدعتونا معلش، يعني أنتوا الإيمان الإيمان، الدين الدين، قيمة الدين والدين والدين. طيب يعني دعونا ننظر إلى المجتمعات المتدينة، يعني ماذا قدمت هذه المجتمعات للبشرية؟ لا شيء، لم تقدم شيء ذو قيمة للمجتمعات البشرية، عالة على البشرية. أيضا المجتمعات المتدينة فيها غش وكذب وخداع و و و و و و يعني كيف غير الدين من البشر؟ يعني كيف غير الإيمان من عدمه؟ يعني هل أصبح الإنسان المؤمن أوتوماتيكيا بمجرد أني أصبحت مؤمنا بالدين ألف أو باء أو جيم أصبحت أوتوماتيكيا شخص أفضل؟ نعم، سؤال جيد آخر. أريد أن أقول في البداية، أو أكرر أو أذكر بحقيقة يعني فكرية أنا مقتنع بها جدا، مرة أخرى، أن فكرتك عن عقيدة معينة أو عن شيء معين تتحدد وفق معلوماتك عنها. لأن يعني نحن الرسول أبلغنا بأن قال لنا: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالأمور عندنا منطقية. وللإجابة على السؤال مباشرة، عندما تقول مجتمعات دينية، دعنا نتوقف أولا أمام تعبير المجتمعات الدينية. ما هي؟ أهو تعبير فضفاض أم له ضوابط؟ هل المسلم أو المسيحي مثلا أو غيرهما من أتباع أي ديانات، الذي يؤدي الصلوات مثلا المفروضة عليه مثلا، يعد متدينا؟ هذا يعني تعبير لوس، يعني فيري لوس، يعني ليس دقيقا. الإجابة باختصار: لا، ليس متدينا على الحقيقة. فالدين حقيقة هو المعاملة، كما أبلغنا الرسول، الدين المعاملة. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ومن تع... يعني عندما تطبق الأديان، تطبق الأديان بالطريقة الصحيحة الكاملة، عندها نرى الإجابة الصحيحة. يعني أنت لا تستطيع أن تقول مجتمعات متدينة وهي لا تطبق الدين بشكل حقيقي. أين المجتمعات المتدينة على وجه البسيطة؟ في أي مكان في العالم، حتى في المجتمعات الإسلامية، هل هناك مجتمعات متدينة حقيقة بشكل كامل، بشكل كما كانت في بداياتها مثلا؟ لا، ليست هناك مجتمعات متدينة حقيقية حقيقة. هناك الكثير من الانحراف، إذا شئت التعبير، أو إذا يعني كان التعبير صحيحا، انحرافات كثيرة. ليس هناك دين حقيقي صحيح كامل على وجه الأرض في هذه الأيام التي نعيش. ولذلك احنا قلت في البداية أننا نعيش في عالم مشوه، الأفكار أصبحت مشوهة بشكل خطير. وأكتفي بذلك. طيب يعني أعود لباسم مرة أخرى. باسم، طيب نفس السؤال ولكن بالعكس، يعني المجتمعات العلمانية أو المجتمعات الغير دينية اللي يعني ناحية الدين جانبا وفصلت الدين عن الدولة، هل تخلصت من كل الشرور؟ يعني يمكن ما فيش اضطهاد ديني، ولكن ماذا عن التفرقة العنصرية مثلا؟ ماذا عن يعني برضو القتل، السرقة، يعني هل الدين كما يروج له من ضد الدين هو أسباب كل الشرور في العالم؟ طيب ما هذه المجتمعات العلمانية تحارب أحيانا بعضها بعض وتسفك دماء الملايين وتقتل الملايين حول العالم و و و و يعني تمام، برضو هعلق
برضو على الإجابة بتاعت الأخ أستاذ معانا عصام. أستاذ عصام. برضو دي مشكلة، إنه دايما نفس الإجابة على فكرة بتتقال في المسيحية، إنه المشكلة في البشر إنه لم يطبقوا الدين صحيح. والحقيقة دي بتبقى مش دي معناها إنه طب هو الدين غير قابل للتطبيق ولا إيه؟ لأنه فين الفترة الزمنية إذا كانت على الإسلام أو على المسيحية اللي اتطبق فيها الدين صحيح؟ يعني على تاريخ الإسلام 1400 سنة، فين الفترة اللي اتطبق فيها صح؟ وعلى تاريخ المسيحية، فين الفترة المسيحية لما حكمت باستثناء الفترة اللي هي كانت فيها أقلية؟ أين الفترة الزمنية اللي حكمت فيها المسيحية واتطبقت صح؟ فالحقيقة الإجابة دي معناها إنه أنا شايف كده إنه معناها it's something، حاجة أنت ما تقدرش تطبقها، لأنه واضح إنه عجزنا على مدار قرون إن إحنا نطبقها صح يعني. فبالتالي كده ممكن يكون في مشكلة في المنهج وفي الطرح نفسه، مش في البشر، أو في مشكلة في الفكرة نفسها، في الدين نفسه. بالنسبة للإجابة بتاعتك، إجابة السؤال بتاعك، إحنا يعني لا يستطيع يعني عاقل ينكر إنه من ساعة ما ابتدى الغرب يتحرر من الدين ويفصل الدين عن السياسة، وابتدى التنوير وابتدت المدنية والعلمانية، حصلت طفرة في مستوى معيشة البشر في آخر 200 أو 250 سنة لم يسبقها أي طفرة على مدار يعني تاريخ البشرية كلها. يعني أنت لو قلنا إنه تاريخ البشرية الحضارة كانت ماشية فيه مثلا كده تدريجي، بتطلع آخر 200 و250 سنة لما فصلنا الدين وبعدنا عن تطبيق الدين في الحياة وفي المجتمع وفي السياسة، الطفرة اللي حصلت في الغرب كانت كده. يعني الطفرة اللي حصلت كانت طفرة غير مسبوقة في تاريخ البشرية. يعني احنا لو رجعنا 300 سنة لورا هنلاقي مستوى المعيشة بتاع البشر كان هو تقريبا من 1500 سنة او 2000 سنة قبل كده. التطور تقريبا معدوم. التطور حصل في قفزة رهيبة اول ما ابتدينا نطبق المجتمعات العلمانية، المجتمعات المدنية، المجتمعات اللي فصلت الدين عن الدولة. يكفي انه في عصر العصر العصر المدني والعصر العلماني انه تخلصنا من العبوديه اللي كانت موجوده قرون، اذا كان في المسيحيه ولا الاسلام. تخلصنا من تحقير المراه، والمراه بقت على مستوى اعلى بكتير حقوقها بسبب تطبيق العلمانيه والمدنيه. فاحنا عملنا قفزات وعملنا يعني انجازات رهيبه في حقوق كتير، اذا كان البشر ولا المراه ولا كل ولا اي عنصريه على مستوى اي عرق يعني. كون ان في سلبيات، اكيد اكيد اي نظام ليه سلبيات، لكن كنظام مجتمعي وكان كنظام طبقته الدوله العلمانيه او المدنيه هي أفضل ما توصلنا له في تاريخ البشرية. ده أقدر أقوله بمنتهى يعني الضمير المرتاح. طيب، يعني أعود لعصام مرة أخرى وأسأل، يعني لماذا يجب أن أعتنق دين بعينه؟ يعني يسأل البعض، يعني ما هو الفرق الحقيقي ما بين كل الأديان؟ يعني هي في النهاية كلها تدعو إلى عدم الكذب، عدم الغش، عدم الإيذاء، يعني البعد عن كل الأشياء التي تضر الإنسان اجتماعيا، نفسيا، صحيا، اقتصاديا، عقليا، وتدعو إلى كل شيء يرفع من شأنه اجتماعيا، صحيا، عقليا، نفسيا، بدنيا، إلى آخره. طيب، يعني لماذا علي في النهاية أن أختار ما بين الدين ألف وباء وجيم ودال، إذا كانوا في النهاية في الأصل يدعون إلى شيء واحد؟ ولماذا لا يكون الدين شيء شخصي؟ يعني في 8 مليار بني آدم، ليه ما يكونش في 8 مليار اعتقاد؟ يعني في الأديان القديمة مثلا، قبل الديانات الإبراهيمية، كان يمكن لي أن أؤمن مثلا برع وزيوس وأبولو في نفس الوقت مثلا، عادي. ممكن لما أكون في مصر ومن بحاجة، وما أكون في اليونان ومن بحاجة، أكون في روما مثلا ومن بشيء ثالث، مفيش مشكلة.
ليه الأديان، يعني الأديان الإبراهيمية تحديدا، لهاش هذا الشيء الحصري إن هو لازم تؤمن بهذا الدين فقط، مع إنه في النهاية كلهم بيدعوا إلى، يعني في أغلب الأعم، إلى شيء واحد تقريبا. يعني هو في أكثر من نقطة حضرتك تفضلت بيهم، يعني بس خلينا أهم نقطة، حضرتك قلت الأديان شيء واحد، وهذا صحيح نسبيا ونظريا، لأنه كما نعتقد نحن المسلمين، نحن نعلم من الله أن كل دين أرسله إلى البشرية هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وأن الفرق بين اليهودية مثلا والمسيحية والإسلام هي كأنك عندك كتاب يعني تصدر منه نسخا متجددة، أو كمبيوتر مثلا فبتطلع نسخ أحدث وأحدث وأحدث. أنا حتى كنت أقول لأولادي لما هاجرنا إلى كندا في البداية وكانوا صغار، إنه يمكنك أن تفكر بنفسك، يعني المسألة ليست صعبة، أنت عندك كمبيوتر إنتاج مثلا سنة 1900 مثلا و90 مثلا، وآخر 2000 مثلا، واحد 2023، أيها تختار؟ 2023 في كل المميزات الأخرى بلس، يعني بالإضافة إلى مميزات أقوى وأفضل، فلماذا تذهب إلى الأقل بينما عندك الأفضل؟ فبس اللي رد على أنه هي شيء واحد، هي مش شيء واحد بشكل كامل، يعني هي شيء واحد في الأصل من عند الله، لكن الله أراد أن يطور هذا الدين ويرسله إلى البشرية على مراحل. والإجابة الأشمل على السؤال أنه الأصل في الاعتقاد الديني، وبحسب ما علمنا الإسلام، أن لكل إنسان الحق في الإيمان بما يشاء وحسابه عند خالقه. يعني أنا لا أستطيع أن أفرض عليك أن تتبع ديني مثلا، وهذا منصوص عليه بشكل واضح في أكثر من موضع في الإسلام، رغم كان اعتقادك ذلك في نفسك، لكن عندما يخرج شخص ما بفكرة معينة إلى العلن، هنا تبدأ المشكلة أو يبدأ المحاسبة، لأنه يجب أن يحسب حساب المحيط به، المجتمع الذي يعيش فيه، هل هو ينسجم مع هذا المجتمع أو لا؟ فإذا كان مخالفا للجماعة، هنا تبدأ المشاكل، هل يستطيع أن يقنعهم بالسلم والتفاهم، أم سيضطر إلى مواجهة المجتمع، أم سينسحب؟ فالإنسان كائن وليس حيوان اجتماعي، الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الناس، وفي هذه الحال يجب أن يراعي شروط الجماعة وظروفها ومعتقداتها. هذا باختصار. طيب، يعني أعود إلى باسم، وطبعا أنا أذكر مرة أخرى إنه حق التعليق مكفول للطرفين طبعا، يعني إذا أراد أحد أن يعلق على ما قاله الآخر يمكن ذلك طبعا. باسم، أسأل هنا، طيب يعني ألا يفتقد الملحد أو الشخص الغير متدين الدعوة إلى الله؟ يعني إلى من ألجأ؟ يعني في الكثير جدا من الأحيان أكون فاقد القدرة تماما، يعني أنا مظلوم الآن، ولا يوجد في الأفق أدنى إمكانية لتحقيق العدالة، أو أن أقتص من ظلمني، أو أنا حتى أحصل على حقي. يعني أنك تشعر أن أنت في فراغ كامل، يعني زي ما بيتقال أنت ظهرك للحيطة كده، يعني ما فيش أي ملجأ آخر عندك. ألا يعتبر هذا افتقاد كبير جدا ورهيب جدا يفتقده الشخص الغير مؤمن؟ أنا هقول لا لسبب بسيط، بس قبل ما أخش في الإجابة برضو عندي يعني بس استعلامة يعني استفسار بس برضو على تعليق الأخ عصام، مع طبعا كامل الاحترام لشخصه. يعني أنا فعلا لا أرى أين التطور الذي أتى به الإسلام عن ما قبله. يعني أنا فعلا يعني لأنه هو حضرته مشكورا شبه تشبيه بزي المايكروسوفت ويندوز اللي بيتطور كل سنة وبيأتي بجديد. فأنا فعلا يعني عندي سؤال، ده أي ما هو الجديد أو اللي أضافه الإسلام بعد المسيحية؟ بالنسبة لإجابة سؤالك أنا بقول لا، لأنه عندنا التاريخ هو اللي بيرد على المعضلة دي. تاريخ الغرب في أوروبا قعدوا 1600 سنة و1700 سنة بيقولوا إنه السماء هي الإجابة، وإن الله
هو اللي هيتدخل، وأن الله هو اللي هيحسن أمورنا، وأن الله هو الحل، وأن المسيحية هي الحل، وأن التدين هو الحل، وأن التقرب من الله هو سيجعل لنا حياة أفضل. لكن لما الغرب بطل يدور على الدين هو الحل، وابتدى يدور إنه هو يحل مشاكله بنفسه، ابتدى يحصل فرق وطفرة في الحضارة وفي مستوى المعيشة وفي الطب وفي العلم وفي فإن أنا أرمي الحمل أو الحل على كائن غير موجود أو على فكرة وهمية في الحقيقة أو على وهم في الآخر، هي بتخلي أموري تبقى أسوأ، وده اللي حصل في القرون الوسطى في أوروبا. لكن لما أنا أبتدي يعني أحترم الواقع وأحترم الحقيقة، حتى لو أكيد الحقيقة غير مرضية أو غير مريحة لواحد متكل على قوة من السماء هتتدخل، أكيد يعني قوة من السماء هتتدخل هتعمل لك عدل في الأرض وهتقتص ليك، طبعا دي فكرة مريحة جدا، يعني مين يكرهها؟ مين يكره أن يكون الكلام ده حقيقي؟ لكن الحقيقة اللي حصل إنه الكلام ده كان بيخلي إنه الظلم يستمر، لكن لما ابتدينا نتعامل مع الواقع ونحترمه ونحترم الواقع اللي احنا عايشين فيه، ابتدينا نعرف انه الحل لازم يجي من جوانا، لازم الانسان هو اللي يحل مشاكله بنفسه. وهنا حصلت الطفره. طيب، يعني اعود عصام واسال، يعني لو رجعنا للبدايه، بدايه القصه كلها، يعني البعض يجد ان الموضوع غير منطقي بالمره. يعني انا حاليا لو ارتكبت جريمه، احنا بشر قُصّر، يعني احنا حكمتنا لا شيء بالنسبه للحكمه الالهيه، لا شيء اطلاقا. ومع ذلك يعني أنا لو ارتكبت جريمة بأحاسب أنا عليها، بس ابني ما بيحاسبش عليها. يعني ليه أنا دلوقتي لو كان أبويا آدم ارتكب خطأ ما، طب يعني ألم يعني مش من العدالة، يعني إذا كان هذا الخطأ اختبار، طيب من العدالة أنا كمان أكون كمان في نفس موقفه وأتعرض لنفس الاختبار بتاعه، وبعدين لو انا فشلت في الاختبار بتاعه اتعاقب زيه. يعني لكن انا ليه يعني انا مين سألني اجي الحياة دي؟ يعني هو طيب كان عايش في جنة ومستمتع وما تاكلش من دي، بس لكن انا جيت دلوقتي اشقى هنا واتعب ومش واخد يعني اي يعني حريه في اختيار اي شيء لنفسي. يعني اليس الفكره نفسها اللي بتعرضها الاديان فكره ظالمه للغايه؟ جميل. أنا بس عاوز أقول إنه أنا في حاجات كثيرة تتطلب التعليق، لكن مش عاوز إنها تتحول إلى مناظرة كما تفضلت حضرتك، يعني ممكن في مرات لاحقة نبقى نتكلم في كل شيء. لكن بس الرد على يعني الإطلاق، لو حبيت تعلق باختصار طبعا ممكن جدا، يعني لو يعني حبيت مثلا تعلق باختصار. اختلاف ماذا جاء الإسلام أكثر من ما جاء في اليهودية والمسيحية، طبعا هناك كثير، منها الميراث، منها أحكام الطلاق، يعني أحكام كثيرة في العلاقات بين البشر يعني. وهذا هو وفي يعني كان ذلك سبب الإسلام كثيرين من الإخوة في الأديان الأخرى يعني. وفي مثلا مسألة العلم، إنه كان إحنا دلوقتي أفضل من 250 سنة، دي ليها ردود كثيرة يعني لا حصر لها يعني، بس يستطيع أي حد، ليس الأستاذ باسم فقط، أن يقرأ مثلا كتاب، يعني أنا قمت بترجمة معظمه، يعني اسمه The Arabian Connection Conspiracy Against Humanity، يوصف كيف كان المسلمون سببا في كل العلوم تقريبا التي يعني يتشدق بها الغربيون الآن، وبمراجع ومصادر ومؤرخين وباحثين غربيين بشهادة، يعني باحثين غربيين بالكامل، ليس هناك باحث واحد مسلم، يعني هو ياخذ شهادات باحثين غربيين أن الإسلام والمسلمين كانوا هم السبب وراء كل الاختراعات الحديثة. وحتى يقول أنه العلوم كانت في عصر الأندلس وبغداد قبل سقوط الخلافة كانت في أبهز صورها، وحتى كان هناك علوم أكثر تقدما من التي موجودة الآن. وفي نظريات أخرى تتحدث عن حضارات
مثل اطلانتس مثلا، انها كانت اكثر تقدما حتى مما كنا نحن فيه الان، وحضاره الفراعنه مثلا. لكن اجيب على سؤالك الاساسي، انه ليه الانسان الان في هذه الدنيا يتحمل اخطاء، او انه ربنا خلقه ليه؟ يعني ما كانش عنده خيار مثلا. ادم كان عنده الخيار انه واخطا مثلا باكله من الشجره، واخذ عقابه بالنزول الى الارض. احنا ذنبنا ايه؟ يعني اجين، يعني مره اخرى نعود الى الفكره الاساسيه، انت جئت على هذه الارض وعلمت انك لم تخلق نفسك، هل انت خلقت نفسك؟ لا، خلقك يعني قوه اخرى خلقتك واحضرتك الى هذه الارض. اذا السؤال التالي، ماذا انا فاعل على هذه الارض؟ السؤال المنطقي التالي مباشره لادراكك انك جئت بغير ارادتك، انك ماذا تفعل؟ والسؤال الذي بعده، والى اين بعد ذلك؟ وعندما تعمل فكرك وعقلك مرة أخرى، طيب أنا على هذه الأرض هناك بشر آخرون مثلي يتحدثون لغة قد لا أفهمها، لكن هناك يتحدثون مثلي، وآخرون يتحدثون لغة أخرى. فعندما تبحث تجد أنك يجب أن تعيش في نظام، يعني لن تستطيع أن تعيش بلا نظام، كما تفضلت من قليل قلت، يعني لو إنسان عمل جريمة مثلا أو ذنب، أين حسابه؟ حسابه في هذه الدنيا أم بعد ذلك؟ إذا لم يكن الحساب في هذه الدنيا، فيجب أن يكون يعني في مكان ما، وإلا تتحول الحياة إلى غابة. ونخش في موضوعات فلسفية، يعني هل البشر على مسار التاريخ سمحوا بأن تتحول الحياة إلى غابة؟ حتى هذه اللحظة لا، الإجابة لا، لم تتحول الحياة إلى غابة. كانت هناك دائما قوانين تختلف أو تتفق، لكن كانت هناك قوانين على مسيرة التاريخ تحكم حياة البشر. طيب القوانين دي من أين جاءت؟ البعض يقولون أنها جاءت من خلال الدين، من خلال الإله الذي أوحى إلى آدم مثلا عندما أنزله على الأرض، ثم جاءت داون ذا رود، يعني كل جينيريشن، كل جيل يعني سلم للجيل الذي بعده المعلومات التي عنده والقدر الذي عنده من الدين. في فترات نسيت هذه الأجيال مثلا الدين، فأرسل الله الرسل ليذكرهم. فعندما تجد وتفكر، تجد أنه في كتاب يقول لك كل هذه التفاصيل بحذافيرها وأكثر، فكيف لا تؤمن به؟ إذا كان يجيب عن كل أسئلتك، ليس هناك سؤالا واحدا. وقبل ذلك ستجد أنك يجب أن، بما أنك تعيش في مجتمعات، والمجتمعات هذه يجب أن تتعاون لا تتنافر، ولا تكون بينها شريعة الغاب، وتجد أن حتى في العلوم الصرفة البحتة، علماء كثيرين غربيين منهم أينشتاين مثلا قال إن أفضل تجارب، نتائج التجارب العلمية هي الإيمان، هي ضرورة وجود إيمان بخالق. يعني بعض الناس يتخيلون أن أينشتاين كان ملحدا مثلا، أو لا، هو قرر حقيقة أن أفضل نتائج التجارب العلمية هي ضرورة وجود إيمان، وكثيرون غيره. يعني حتى في هنا مثلا في كندا، يعني كان ميور اوف ريجاينا سكاتشوان من 1988 لحد سنة 2000، كان هو يدرس الدكتوراه، قال في نتيجة بحثه، قال أنني توصلت إلى أن مبادئ الإسلام هي مبادئ مناسبة جدا لإعادة بناء المجتمع على أسس عادلة ومنطقية. وديل كارنيجي وكثير، يعني العلماء الأجانب الذين أسلموا في السنوات أو في العقود الأخيرة كثيرون، كيث مور، جاري ميلر، عالمة بلجيكية أسلمت بسبب آية واحدة، والله يعصمك من الناس. قالت يعني لو كان محمد كاذبا لما يكذب على نفسه، لما يعني كان في البداية كان المسلمون يحرسونه بعض الشيء، لما نزلت عليه الآية قال لهم خلاص ما أحتاج حراسة منكم، الله يحرسني. فقالت لو كان كاذبا لن يكذب على نفسه، يعني مثل مسلمة الكذاب مثلا كان يتزرع بالحراسة لحد ما قضي أمره، لكن الرسول قال لهم خلاص أنا في حماية الله.
فهنا يعني أنت جئت إلى هذه الحياة بغير إرادتك، يجب أن تقرر ماذا ستفعل في الحياة، أستكون مصلحا أو صالحا أم ستكون مفسدا في الأرض. إذا أردت أن تختار، يعني الشيخ الشعراوي مثلا سئل مرة وجاوب على هذا السؤال آخرين، مثلا الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه، يعني قال لأحدهم الذي لا يؤمن بوجود إله: إذا آمنت بالإله ها ماذا تخسر لو قابلته في الحياة الآخرة؟ إذا كان في حياة آخرة وذهبت إليه ماذا تخسر؟ لن تخسر شيء، لكن إذا لم تكن تؤمن به ستخسر كل شيء، وستحاسب على كل ما ارتكبته في الدنيا، وأولها عدم إيمانك. لا أريد أن أطيل، يعني الكلام كثير يعني. طيب باسم، يعني نفس السؤال بشكل عكسي، يعني ألا تعتقد أنه فكرة عدم وجود إله هي فكرة عبثية تماما؟ لأنه فكرة أنه يعني أنه هذا الكون أتى بشكل صدفة، أن هناك فارق ما بين الكون وما بين الوجود، أنه الكون له بداية أما الوجود فهو أزلي أبدي، إنه يعني هي كل اللي حصل ده هو نوع من أنواع الارتقاء والتطور الطبيعي، لكن لا يوجد خالق أساسي، بينما أنا لا يمكن أن أقتنع إنه قلم رصاص مثلا أكتب به أنه صنع صدفة. يعني طيب فكرة إن رفض وجود الإله تماما، أو حتى التشكك، بلاش أسميه إله، يعني حتى حد زي أفلاطون مثلا أو سقراط كان بيطلق عليه السبب الأول أو المحرك الأول. يعني حتى هيجل مثلا، هيجل وهو يعني يعتبر أستاذ لكارل ماركس وأستاذ لكثير جدا من الملحدين، أطلق على السبب الأول في نظريته الديالكتيكية، قال لك إن هو الروح، يعني ما قالش الإله ولكن قال الروح. ففكرة عدم وجود الإله أو المسبب الأول أو المحرك الأول المسؤول عن الكون ده، هل هي فكرة منطقية؟ طيب دلوقتي أنا هجاوب على السؤال يعني بمحورين. المحور الأولاني، أنت دلوقتي بتقدم فرضية، فحمل إثباتها بيبقى على المدعي. يعني أنت دلوقتي بتقدم فرضية إن في وجود إله، فبالتالي حمل مسؤولية إثبات هذا الادعاء على البردن اوف بروف على المدعي. فلما انت تيجي ما تعرفش تثبتها، ما ينفعش تقول للي قصادك اصل انت عبثي ان انت تقول ان ما فيش اله. لا، هو الحمل عليك انت انك تثبت ادعائك. يعني ادعائك هو اللي محتاج اثبات ومحتاج دليل. فبالتالي لما انا لا اصدق هذا الادعاء، او واقف مجرد في مكان محايد وعايز اشوف فين الاثبات وفين الدليل على الادعاء بتاعك ده، يبقى انا مش عبثي، انا عايز انت تثبت لي ادعائك. ده اول يعني محور عايز ارد فيه. المحور الثاني، انا واقف في الحته بتاعت اللي هي اللا ادريه، انه اللا ادريه الاجنوستيك بيقول انه نعم في محرك اول، نعم كان في بدايه للكون، كان في بيج بان، وكان في بدايه للكون، لكن من ايه هي البدايه دي، ايه نوعها، او ايه المسبب وراها، هو ده اللي ما نعرفوش. هو ده الاجابه بتاعت الاجنوستيك، انه لا ادري، لا نعلم ما هو السبب او المحرك لهذه البدايه. يعني نقدر نقول في العلم حصل ايه، لكن ما نعرفش المسبب او المحرك اللي حرك البدايه دي، ما نعرفش. المشكله ان الطرح بتاع المؤمن بيصر انه عارف، فبيقع عليه يعني البردن اوف بروف. انت بتقول انك عارف، انه بتقول ان في قوه هي اللي ورا المحرك ده، هي اللي حركت بدايه الكون، هي اللي خلقت الكون، فبالتالي انت اللي عليك البردن اوف بروف انك تثبت الكلام ده، مش انا. فالعبث انه لما تكون انت مش عارف تثبته وتتهم الاخر انه هو عبثي لانه مش مقتنع بكلامك لانه ما عندكش دليل عليه. هو ده اللي عبثي، لما يكون انت ادعائك ما لهوش دليل عليه وتتهم اللي قصادك انه عبثي، انه هو بيقول لك فين دليلك. هو ده اللي يعتبر قمه العبث. فبالتالي اللي انا شايفه الاجابه منطقيه جدا، انه احنا لا نعلم،
لا نعلم. العلم بيقول انه كان في بيج بانج، كان في بدايه، كان في محرك اساسي. مين ورا البدايه دي؟ الله اعلم. يعني لا نعلم لحد ما نبقى، يعني لحد ما نصل لاجابه. وانا اشك انه الانسان يقدر يوصل لاجابه حاجه زي دي، لانه قبل الكون احنا اصلا ما نقدرش نوصل. يعني ما عندناش اصلا تولز علميه توصلنا لما هو كان موجود قبل الكون. يعني احنا اخرنا نعرف من اول البيج بانج وما بعديه. فانا اشك اصلا الانسان ممكن يعرف ايه الاجابه. يعني الاجابه برضو على سؤالك بتاع انه انا العبسي ان اقول انه القلم الرصاص اتصنع لوحده. مشكله طريقه اللوجيك دي ان انت كل شيء انت شايفه في حياتك معقد او يبان انه هو مصنوع لازم يكون ليه صانع. دي مشكله كبيره، لانه انت ما بترضاش تطبق اللوجيك ده في الاله. يعني انت باللوجيك ده بتستنتج انه القلم الرصاص كان ليه صانع. طب مين صنع الصانع؟ مين صنع الإله؟ أنت بتقول لا، ما أقدرش، أنا ما أقدرش أقول مين صنع الإله، الإله صنع نفسه. فأنت هنا بتنقد اللوجيك بتاعك. طب أنت ليه مش قابل إنه يكون القلم صنع نفسه؟ يعني ليه مش قابل إنه يكون أول خلية صنعت نفسها؟ ليه مش قابل إنه يكون الكون يعني هو اللي خلق نفسه؟ فاللوجيك ده مش يعني بيبقى ضارب نفسه. المؤمن بيستخدمه عشان يثبت إنه في خالق وراء الأشياء المصنوعة، ولكن يرفضه لما يجي يطبقه على الاله بتاعه. هي دي ده الفلو اللي في this way of thinking او this logic يعني. وبرضه مش عشان مش عايز اخد وقت كتير، يعني اكتفي يعني طبعا بالكلام. هو يعني الإجابة الكاملة والشاملة على كل النقاط طبعا تحتاج حلقات كثيرة جدا، ويعني أود أن أعلم المشاهدين أنه في يعني في هذا الموسم الثاني سنغوص بشكل كبير جدا في كل هذه النقاط. يعني في طبعا أسئلة لم يتم الإجابة عليها بشكل شافي، أعرف أنا يعني أنا كمشاهد قبل أن أكون مقدم هذه الحلقة أنا في أسئلة ما زالت لم يجاب عليها بشكل شافي، ولكن هذا سيحدث تباعا في الحلقات التالية، لكن إنه طبعا الإجابة بشكل مستفيض على كل هذه الأسئلة سواء من هذا الطرف أو ذاك مستحيلة، مستحيلة في حلقة واحدة، مستحيلة. يعني أخيرا وليس آخرا في هذه الحلقة، يعني عصام، ماذا تتوقع بالنسبة للمستقبل؟ يعني نجد هناك إقبال كثير كبير جدا على الإلحاد في الكثير من دول العالم، على ترك الدين في الكثير من دول العالم. هل تعتقد أن هذا الشيء سيستمر دائما، أم تعتقد أن سيكون هناك يعني نوع من أنواع الإصلاح للدين أو الإصلاح الفكري، أو يعني هل تعتقد أن الدين سيعود في الانتشار أكثر من الإلحاد، أما أن المستقبل للإلحاد يعني؟ جميل. يعني هو الإجابة على أولا الإجابة على يعني على أو إثبات وجود الله أسهل من إثبات عدم وجوده. يعني الأستاذ باسم تفضل، بس يعني سريعا يقول إنه مشكلة إن إحنا نثبت إن الله، إحنا نستطيع أن نثبت أن الله موجود، لكن هو الذي لا يستطيع أن يثبت أن الله ليس موجود. ولكن سنعود كما تفضلت في ممكن حلقات لاحقة للإجابة بشكل شافي على هذه الأشياء. إجابة سؤال مباشرة على سؤال هل الإلحاد سينتشر أكثر أو لا؟ يعني أجيبك مباشرة من خلال دراسة لمركز بيو الأمريكي للأبحاث، تعد حديثة نسبيا، ورغم أن الأرقام ليست محايدة وليست مطورة بما فيه الكفاية، تقول أن المسلمين في تزايد مستمر، وأن الإسلام سيصبح الديانة الأكبر في العالم بحلول عام 2050. لكن الإجابة الأشمل أيضا في هذا الصدد هي أن حكمة الله في خلقه ماضية ونافذة، وقد أخبرت بعض الأحاديث أن الساعة أو القيامة تقوم على شرار الناس، وقد يعني ذلك تزايد مساحة الإلحاد والكفر. لكن متى وكيف بالضبط ستكون هذه في علم الله؟ يعني نحن نرى بأعيننا. يعني هذا يمكن موضوع كبير جدا، أنا ليا فيه يعني كتابة وفكرة كتاب يعني انتهيت منه إلى حد كبير، يعني قد يكون مثل الطبع يعني عما أسميه صناعة الكفر. أن نحن البشر معرضون لأزمة كبيرة في فكرية، يعني وأن أعذر الناس كثيرين عندما يقعون في هذه الأفكار الصعبة يعني المحيرة، أن هناك في يعني عملية كبيرة جدا زي ما كما أقول لك يعني لا تفسر بسهولة. يعني فأنا أرى أنه قد يكون فعلا نحن على طريق انتشار أكبر للإلحاد،
طالما أننا نحن نعيش في هذا العالم المشوه الذي أشرت له في البداية، والذي هو مسيطر عليه بشكل ما، حتى داخل الصندوق لم يتحدث خارج الصندوق. يعني أنت تعلم أن الرأسمالية تعرف بأنها، يعني أحاول أحدث بالعربي، أنه هي السعي الذي لا يتوقف أبدا نحو زيادة رأس المال، وفي سبيل ذلك يضحى بكل المبادئ والأخلاق. فإذا كنا نسير في ذلك ونحن نراه يسير فعلا ويتمادى، فقد يكون نحن على طريق يعني انتشار أكثر للإلحاد ربما. طيب باسم، نفس السؤال. يعني احنا بنجد ايضا في يعني تيارات دعوية قوية جدا وتيارات تبشيرية قوية جدا من الأديان المختلفة، بيصرف عليها أرقام كبيرة جدا. هناك قنوات دعوية وبرامج دعوية وبرامج تبشيرية وقنوات تبشيرية و و و و وإرساليات وما إلى ذلك. هل تعتقد أنه في المستقبل سيكون الغلبة لهذه الإرساليات وهذه التبشير، يعني التبشير والدعوة، أم سيكون الغلبة للا قدرية الربوبية؟ يعني هناك إله ولكن لا ليس لابد لي أن أتبع دين معين، لأنه يعني الربوبية الكلاسيكية تقول إنه يعني الإله خلق هذا الكون ولكن هو غير مهتم وغير متابع لما يحدث فيه. يعني تقول بالضبط إنه أنا يعني صنعت ساعة، أنا جبت كده ساعة ومالتها، حطيت لها كل أسباب إن هي تدور وتشتغل ومالتها على أساس إن في ألارم هيضرب في وقت معين وسبتها بس وخلاص. يعني هل تعتقد انه الغلبة هتكون للتيار الإيماني أكتر ولا التيار اللا أدري أو اللا ديني أو الربوبي؟ اللاديني طبعا هو اللي هيبقى اغلب، ويعني انا هسترسف الاجابه دي، بس عايز بس اعلق بسرعه برضو على سؤال الاستاذ عصام. ما فيش حاجه اسمها اثبت عدم وجود الاله. ما ينفعش اجي اقول للواحد اثبت لي ان ما فيش سوبرمان، ما ينفعش يجي واحد يقول لي اثبت لي ان ما فيش سانتا كلوز، اثبت لي ان ما فيش ابو رجل مسلوخه. ما فيش حاجه اسمها كده. اللي بيدعي انه في ابو رجل مسلوخه او في سانتا كلوز او في ملاك او في شيطان او في سانتا كلو او يعني اي كائن انا مش شايفه بعيني او العلم لا يراه، هو اللي مطالب ان يثبته، مش انا مطالب بعدم وجوده. يعني دي كده مغالطه منطقيه. انا بشوف طبعا الاتجاه كله على الاتجاه كله مع فكره اللا أدرية أو فكرة الإلحاد، لأنه مع تواصل مع وجود طرق للتواصل الاجتماعي وطرق لوصول للمعلومة، ومع الإنترنت ومع توافر المعلومات الرهيب في بالذات في آخر 20 30 سنة، أصبح سهل جدا لأي واحد عايز يبحث يعرف المعلومة. فمكونات الأديان الإبراهيمية فيها مشاكل من جواها، ومشاكل تعود إلى بيئتها وإلى عصرها وإلى ظروف نشأتها. فأصبح الإنسان بمنتهى السهولة يقرأ ويقدر يشوف المشاكل دي ويكشفها، ويعرف إن دي حاجات وليدة بيئتها، وليدة عصرها، وتتميز بأفكار وبثقافة عصرها. لكن المادة الديني بيزيد بس في بلادنا في الشرق، لكن في العالم كله في الغرب كله التيار الأغلب واللي بيزيد مع الوقت هو اللاأدرية، الإلحاد، الربوبية، والبعد عن الأديان التقليدية، بالذات الأديان السماوية التلاتة. يعني طبعا زي ما قلت قبل كده وكررت أكثر من مرة، طبعا الإجابة الكاملة على كل الأسئلة والأسئلة التي تتولد من الإجابات، لأن كل إجابة تتولد عنها أسئلة تانية لكل طرف من الأطراف، يعني هيكون عندنا في الحلقات القادمة الفرصة إنه للإجابة عليها بشكل أكثر. طبعا يعني أنا زي ما قلت إن هي ليست مناظرة،
وانا دوري هنا مش يعني مش اصدقاء المناظره وان انا اشعللها يعني اكتر، لا انا بعرض بساعد على اداره الحوار بين شخصين يعني شديد الاحترام وشديد المهنيه. لازم اشكركم مره تانية الحقيقه جدا على تشريفكم ليا وعلى مهنيتكم الشديده جدا وعلى التزامكم ب اسلوب الحوار الراقي فعلا اللي نتمنى انه نجده بشكل اكثر في كل المستويات، وللاسف احنا بنفتقده بشكل عالي جدا 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 جدا. يعني من الواضح انه الضيفين عندهم وجهات نظر متباينه مختلفه بشكل كبير جدا، لكن لم يرد من اي ضيف منهم اي شيء يعكر هذا الاحترام وهذا يعني التقدير للمشاهد وللمهنيه. فبشكركم مره تانية يعني عصام بيومي، شرفتني، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في الحلقة وفي البرنامج، وأتطلع أنك تشرفني مرة ومرات تانية. باسم نفس الشيء، شرفتني جدا بوجودك وأرجو أنك تشرفني مرة ومرات تانية. يعني شكرا عصام، شكرا استاذ عصام، وشكرا محمد على الفرصة شكرا جزيلا، شكرا الجزيرة. جزيلا لكم أنتم الاثنين، شكرا جزيلا، بشكركم شكرا جزيلا. يعني مشاهدينا الكرام، يعني لو أمكن أن نصل إلى تلخيص لما سمعنا إليه، يعني أنا بعتبر يمكن من أكبر المكاسب في هذه الحلقة فعلا هم النموذج الراقي جدا اللي مثلوه الضيفين الحقيقة. إنه يعني إنه ال 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 الاختلاف لا يؤدي إلى الخلاف، يعني أنا مش لازم إن أنا أشتبك أو إنه بالعكس، يعني في ناس بتفضل هذا الاشتباك وفي ناس بتحب البرامج اللي فيها الـ الاتجاه المعاكس، يعني لانه الضيفين يشتبكوا مع بعض مع احترامي الشديد طبعا للزملاء او الاخوه اللي بيقدموا هذه البرامج على قدر من المهنيه والحرفيه، مفيش كلام. بس يعني انا بجد ان احنا في حاجه الحقيقه الى هذا الحوار وليس المناظرات او الحوار العقلاني، وفي النهاية المشاهد هو له حق الاختيار، حق الاختيار، هو سواء اختار هذا الاتجاه او ذاك، يعني هو الهدف الاساسي طبقا لمن يؤمنون بالدين، هو الهدف الاساسي هو خير الانسان بدون ادنى شك. من ينظر من وجهة نظره إلى أنه لا، أنه الإلحاد أو الربوبية أو كذا، هو من وجهة نظره هذا أيضا يؤدي إلى خير الإنسان. يعني كل طرف قد نتفق تماما مع طرف، قد نختلف تماما مع طرف آخر، ولكن في النهاية الطرفين بيجدوا أنه هذا هو ما يعني يؤدي إلى خير الإنسان. كل بس من شاهد هذه الحلقة عليه أن يعمل عقله وقلبه وضميره قبل أن يختار هذا الطرف أو ذاك. أعتقد أنه يعني الضيفين يمكن مش هيختلفوا معايا في النقطة دي، استخدم عقلك وقلبك وضميرك وتوصل للإجابة، لأنه في نهاية الأمر أيا كانت الإجابة هي لا تلزم أي أحد غيرك أنت فقط. هي لن تلزم الأستاذ عصام، ولن تلزم الأستاذ باسل، ولن تلزمني، هي تلزمك أنت فقط الإجابة اللي أنت وصلت ليها. يعني نتمنى فعلا أن يسود هذا الجو من الحوار الراقي. مشاهدينا الكرام، حتى نلتقي بحضراتكم مرة أخرى، شكرا جزيلا على حسن المتابعة.